النتيجة هنا لو نقول يتقال عليه نتيجة، تسريب. إنما كل ما قيل ده قد يكون هناك نوع من المنافسة بين المواقع وبعضها، يعني في، إنما بعيدا عن الحقيقة وبعيدا عن الناحية القانونية. يمكن الوزير في المؤتمر الصحفي النهاردة أشار لكلمة الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة. مفيش تسريب حصل لامتحانات الثانوية العامة. ليه؟ ولا مادة السنة دي ولا مادة. معنى التسريب إنه اتسرب قبل بداية الامتحان أستاذ عادل. تمام. وبالتالي زيها قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة. تمام. إنما لما يكون أثناء الامتحان، قبل أثناء الامتحان يحصل غش إلكتروني، يعني طالب يصور ورقة ولا ورقتين ويرسلها للخارج وعشان يتلغى، دي بتسميها غش إلكتروني وليس تسريب امتحانات الثانوية العامة. توضيح في غاية الأهمية يا أستاذ رفعت، عشان كده وجود حضرتك معنا للتوضيح دلوقتي أيضا مهم. طيب. طبعا أوائل الثانوية العامة زي ما أشرنا 36 طالب كما أشرنا. السنة دي الميزة الجديدة في ترتيب الأوائل ما فيش زيادة عن العشرة في كل قسم أو كل شعبة. ليه؟ لأن هم العشرة الأوائل حتى لو تكرر واحد أو اثنين في مجموع درجات. نعم. فهنا الفيصل ما بين إن أنا أخلي الأولاني هو رقم واحد وده نمرة اثنين بعديها هو النجاح في المواد أو مجموع الدرجات في المواد التي لا تضاف للمجموع. تمام. فإذا كان الطالب رقم اثنين مع أنه متشابه مع رقم واحد في المجموع، أيوة. يبقى أنا بقول ده أنه رقم واحد وده اثنين على هذا الأساس. إنما أنا من وجهة نظري أن قد تكون نتيجة هذا العام أعدل نتيجة وأضبط نتيجة في الهرم بتاع المجاميع بتاعة الثانوية العامة، وأعلاها أيضا في الثلاث سنوات الماضية. أي. من سنة 2020 لحد دلوقتي تعتبر هي أعلى نسبة نجاح اللي هي 78.81%. وليه بقول الهرم حضرتك كده؟ أيوة. لأن المجاميع بدءا من 95%، هنا الهرم اتعدل، بدل من 95% لحد 100% مفيش إلا 39% من إجمالي طلاب الثانوية العامة هم اللي حصلوا على درجات أعلى من 95. أي. وبالتالي يبدأ العدد ده يزيد أو النسبة دي تزيد لحد ما نوصل إلى من 50 لـ55 و55 لـ65. ده مؤشر لإيه؟ أيوة. لأن حضرتك الحد الأدنى للقبول في الكليات السنة دي قد يكون أقل قليلا من الحد الأدنى للقبول في الكليات كما حدث في العام الماضي.